زي واحده جايه لي عندها حموضه لما بتيجي تنام بتقوم على شرقها هتموتها، ليه؟ بتحب الجبنه الرومي، والجبنه الرومي بتعمل حموضه رهيبه جدا. تقول لي اوعى تقول لي بطلي الجبنه الرومي. طب يا ستي لا اله الا الله، انت بتشترطي عليا قبل العلاج؟ حد يشترط عليا؟ ما انا هديكي كل ادويه العلاج، وهتاخدي اوميبرازول ونيكسيام وزانتاك وراني، وهتاخدي كل الادويه، وبرضه هتقومي عندك حموضه ارتجاع وشرقه. احلها لك ازاي؟ عرفت بقى؟ فاذا نمره واحد، انت عاوز تعالج قرحه المعده والقولون، ابعد عن الحاجات الغلط. عشان كده اول حاجه بنعملها علاج السلوك، لازم انام كويس، ولازم اتغطى، وابعد عن مراوح التكييفات والمثلجات، وابعد عن مواد الحافظه والكولا والشيبس والشوكولاته والحلويات والمخللات والمعلبات، ده شرط العلاج. واشرب حاجه سخنه كل ساعتين لغايه ما القولون يلحم المعده، ولازم اشوف القولون بتاعي عندي امساك ولا اساله. تنظف، تنظف القولون بخمس ست حاجات، الالياف والزبادي والخميره، ها، وبذر قطونه وبذر كتان وسلطه خضراء مش قادر تاكلها تضربها في الخلاط وتاكلها بالالياف. كل ده بيظبط القولون، يظبط السكر، يظبط الانيميا، يظبط الهرمونات، يظبط الكبد والكلى، ويظبط النشاط بتاعك. لما يتظبط ده كله تخف. لكن من غير ده كله خد نيكسام وكونترلوك وخد مش عارف ايه هتخف؟ على جثتي مش هتخف. طيب عندنا ايه تاني؟ بارادتك القويه تقهر المرض، جميع الامراض الجلديه والغرينه بدل البتر. بيجي لنا ناس كتير جدا بس دي رجليها حلوه قوي او تمتر فيها ايدي. طبعا بيجي لنا ناس رجليها مسوده وصوابعها مسوده، وراحت لكل الدكاتره لازم نقطع ايدين ورجلين. يعني والله العظيم العربيه عطلت وبعدين ركبت تاكس، فالسواق بيقول لي حضرتك الدكتور جوده، قلت له، قال لي ده انا اخويا جاي لك صوابعه سوده، وراح للدكاتره لازم تتبت. رحت انت؟ قلت له لا، هنجدد الدم ونعمل نيو كولاترالز وشويه حنه بالليل على شويه صباره على شويه تدليك على شويه بتاع، الصوابع رجعت تاني. اه والله العظيم صوابع رجعت تاني بعد ما سودت، صوابع الايدين وصوابع الرجلين. ألعن من كده بقى اللي هو ايه، مرض اسمه السكليروديرما. السكليروديرما ده مرض بتتبدل فيه الحاجات الرخوه الطريه، الانسجه الطريه بتتبدل الى انسجه شبيهه بالجلد، يبقى الصابع ناشفه كده ما بيقدرش يفتح، وبقه ناشف ومناخيره ناشفه والمريء ناشف وكله ناشف. ناشف تعدله ازاي؟ بيتعدل؟ اه بيتعدل طبعا. انت لو قعدت يعني اديته ادويه كويسه كده ان شاء الله هيتعدل باذن الله. السكليروديرما. طيب يبقى جميع الامراض الجلديه والغرغرينه لها علاج بدل البتر. في ناس جات لنا صباعها الكبير اتفصل الفقرتين عن بعض بينهم 2 سم صديد، الدكاتره قال بالاشعه لازم يتقطع بمجرد علاجات بسيطه، وندلك نص ساعه ثلاث مرات، ونحط الحنه بالليل، ونحط الصبار بالنهار. اقسم بجلال الله اختفى الصديد وعادت الفقره الى الفقره فتصالحا وتعانقا وتحابا. قول ممكن نستخدم دود العلق، بس انا لغايه دلوقتي مش قادر اتكلم فيه لسبب، غلو الثمن يبوظ المساله. الدوده ب 100 جنيه وانت محتاج خمس ست ديدان مثلا كل يوم، حلو الكلام، او جلسه يوم بعد يوم، يبقى انت محتاج في الجلسه الواحده حوالي مثلا 1000 جنيه. 1000 جنيه عايز 20 30 الف على بال ما تخف. طب ما انت ممكن بشويه تدليك وشويه حنه وشويه بتاع بدل 20 الف مش 500 جنيه تخف. بس هي عايزه اراده. ارادتك القويه تقهر المرض. خلاص قالوا لي هنقطع الثدي، انت عايز تقطع ولا مش عايز؟ هنقطع الرجلين، انت عايز تقطع مش عايز؟ ايه انت عايز؟ ايه انت عايز؟ ايه انا جالي، والله الذي لا اله غيره، جالي ناس من الخليج من 10 12 سنه ومن 5 6 كل الدكاتره لازم يستعد عشان ايه تغسل كلى. هو 5 6 من اصحابه جالهم نفس المرض، كلهم رضيوا بالغسيل، وهو جاي على مصر عشان يقابل الدكتور جوده. شويه مغلي شعيره وبقدونس وصمغ عربي ومش عارف وعسل وخل والمشروب الاخضر ومشروب خماسي، ومشي معانا بقاله 12 سنه معانا، كل سنه يجي يسلم علينا ويحكي السر. اقول له انت جاي لنا مخصوص؟ قال لي اه، كل اصحابي غسلوا، اللي نام في سريره واللي مات، واللي انا بدير مصانعي ومحلاتي وزوجاتي، انا راجل ناجح، انت حافظت عليا 12 سنه. ارادته قويه، ارادته قويه، انا مش هغسل. زي واحدة كده هنقطع الثدي، أنا أموت وأقابل ربنا بثدي كده. إنما التاني قطعوه، تلاقي واحدة قطع الثدي وقطع المرارة وقطع المش عارف إيه وقطع إيه يا حاجة، ده مفيش حاجة سنة. أنت بتسلمي كده ليه يا أمه؟ أنت ليه كده؟ بتعملي كده ليه؟ وكل ما حد يقول لك نقطع حاجة اقطع شيل اقطع شيل، إيه ده؟ حرام عليك يا أخي اللي ربنا إداهولك ده. زي واحد أنا عندي كلية والكلية ضمرة والدكاتره قالوا لازم نشيلها، يا عم دي عامله صديد؟ لا. بتسخن؟ لا.
بتنزل دم بترجع دم. لا طب هتشيلها ليه؟ ده كده نشيلها. نشيلها ليه؟ اديني سبب. مورمه وضغط على اعضاء؟ لا انت هو فتح البطن ده سهل، ده بعد الجراحه فيه 30 مصيبه، في التصاق جراحي، في ادهيجنز، وفي ممكن يخيط لك حاجه في حاجه، وفي ممكن يعمل لك بؤر صديديه لا تلتئم، ده في 20 كارثه بعد الجراحه. طيب عندنا كمان ارادتك القويه تعالج جيوب الانفيه بدون جراحه وترجع لك حاسه الشم تاني. واحد كل ما ينام تحت مروحه وتكييف او ينام تحت مروحه بس ويشرب حاجه ساقعه افلاله الممرات التنفسيه. يا عم النفس عاوز عرق. انا لما بكون مناخيني مسدوده وزوري والعربيه مركونه في الشمس، انزل اقعد في العربيه وهي مولعه واقفل الازاز واقعد، تفتكروا ايه اللي يحصل؟ افضل اعرق اعرق اني اعرق 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 لغايه لما مناخيري تتسلق. والله العظيم الدنيا حر، الدنيا حر ماشي، اقعد بس في الحر شويه، ارضى بالله يا رب انك بصبر شويه. ايه اللي يحصل؟ ها؟ العرق يظهر. ولما العرق يظهر انت بقيت في جنه في روضه، الا بقى لو لابس هدوم قطنيه كده ما تضيعش العرق، انما قاعد كده وتحت المراه والدنيا حر، انت قفلت كل المسام بتاعتك يا ريس. عطلت جهاز التكييف الداخلي. عندنا حاجه اسمها اوتو ريجوليشن اللي هو الثيرمو ريجوليشن، حاجه اسمها تنظيم حراره الجسم. لو بره ساعة بتعمل حاجه اسمها شيلدنج افكت، بتعملك نوع من الدهون عشان تحميك من بره. خد لك الافراز بتاع العرق عشان يرطب لك كده. اقسم بجلال الله عندنا جهاز جوه الجسم اسمه ثيرمو ريجوليتر بينظم حراره الجسم. انما احنا شلينا امه. كفايه علينا التكييف يا اخي. بالظبط. الناس اللي عايشه في الاماكن الجليديه والقطبيه ما عندهاش برد. بيجي لي ناس من اوروبا بيكشفوا عندي من انجلترا من دول الشمال كده. عندكم مروحة كيف؟ في يضحك مروحة كيف ايه احنا دول برد. فاذا مهم جدا ان انت لو جيت او يعني خدت البرنامج بتاعنا في علاج جيوب الانفيه واللحميه، وفي ناس بقى بتشيل اللحميه وبعدين ترجع تاني، وبعدين تشيل اللحميه وترجع تاني، وبعدين ندخل السيخ الايه السخن في صرصور مناخيره وترجع تاني. طب كان حلها ايه؟ ده لينفويد تيشو. اللحميه دي لينفويد تيشو. انت كده خليك مناعتك حلوه هتنفع فوق التشو. انما لا نشيله بولب قد كده ويتكون تاني ونشيله يتكون تاني نشيله زي البواسير. احنا نشيلها تكون تاني نشيلها تكون تاني. نورنا حاجه. فعلاج الجيوب الانفيه بدون جراحه ضبط مناعه الجسم. عندنا 10 حاجات لازم نظبط السلوك ونظبط القولون ولازم نظبط السكر والانيميا والهرمونات ولازم نظبط النشاط ونظبط الاكل ونظبط النظافه ونتوضى كويس ونف كويس عشان نظبط الجيوب الانفيه. طب انا مش عايز اعمل ده، خلاص روح للدكتور يدخل السيخ الحامي في صرصور مناخيرك ويقور وبعدين ترجع تتكون تاني ويقور. طب قور وانا قور مش كده؟